في فيديوهات طبعا ظهرت على كل وسائل الإعلام الإلكتروني، التواصل الاجتماعي، كان في فيديوهات كتير جدا 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 الخاصة بصور يعني شديدة الصعوبة. احنا دايما بناخد قرار كفريق برنامج وكشاشة، دايما بناخد قرار، وده مش جديد، ده ما بيحصلش النهاردة، انه احنا ما نعرضش صور مؤلمة او صور يعني سيئة جدا في 25 روح اتأثر بيهم افراد اسرهم اللي مرتبطين بيهم. المصاب كبير، واذا كان المصاب حصل فعلى الاقل بنقول يعني او بنتفق كفريق او بنتفق كشاشة انه احنا ما ينفعش نضيف للألم او للوجع صورة لفقيد، صورة لشهيد، على الأقل يعرفوه زي ما سابوه، يعرفوه زي ما افتكروه، ما تبقاش الصورة السيئة هي اللي تفضل في ذاكرة طفل، ابن أو ابنة، زوج أو زوجة، أخ أو أخت أو أي حد من دائرته الاجتماعية. لكن من ضمن الصور اللي كانت بتتذاع صور لشاب مصري، عايز أقول لحضراتكم هو كان لسه واقف معايا دلوقتي، الشاب اللي كان موجود بيطفي الحريق، هو شاب بيشتغل في وزارة النقل، بيشتغل في السكة الحديد. الشاب ده ما كانش مفروض انه يطلع في التلفزيون النهاردة، وما كانش مفروض ان احنا نشوفه النهاردة موجود معنا في الحلقة او نشوفه في اي فيديوهات، ولا هو كان يتمنى ان هو يبقى موجود في اي فيديوهات دي. قبل ما ابدأ على طول مع حضراتكم كان واقف معايا بيقول لي اي حد مكاني كان هيعمل بالظبط اللي انا عملته. هو اللي هيقول لنا القصة بالظبط، هو اللي هنتعرف عليه ونعرف منه. هتشوفوا وشفتوا بالفعل رئيس الوزراء، شفتوا عدد من الوزراء اللي موجودين، سواء كانت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي أو وزير النقل اللي تقدم باستقالته وتم قبولها بعد كده من مجلس الوزراء المهندس هشام. لكن الشاب ده هو اللي صوره زي ما قلت لحضراتكم شفناها على الانترنت، وهو اللي يقدر يحكي لنا الحكاية زي ما هو شافها وزي ما هو تعامل معها. أهلا وسهلا أستاذ شريف، أنا اسمي محمد عبد الرحمن كمان. محمد عبد الرحمن، تشتغل يا محمد؟ أنا شغال في الميني بار في الشركة الوطنية هنا في الشكل. شغال في الميني بار هنا بتقدم خدمات للناس اللي مسافرة واللي جاية. كنا واقفين لقينا واحد بيزعق، الناس ترجع ورا ترجع ورا والقطر جاي بسرعته. فجأة لقينا القطر دخل في الرصيف والانفجار حصل. انت كنت واقف فين بقى؟ انا كنت واقف عند النفق اللي هو فيه ظهر في الفيديو هناك. النفق اللي ظهر في الفيديو. يا دوب ما فيش لحظة لقينا النار وناس بتجري مولعة. انا اقرب حاجة ليا الجيركن اللي عندي، بحط مية عشان السخان وكده نغسل حاجة بتاع. خدت وطلعت جري، لقيت اتنين حريم مقابلني، عيالي قعدت اكب عليهم مية طفيهم. بعد كده جبت بطانية، كان في واحد نزل في النفق تحت وطلع مسك فيها من ورا. طب قلت له طب سيبني عشان اطفيك يعني، حتى فاضل في الجيركن شوية مية قعدت اطفي فيه. بعد كده جبت بطانية غطيته برضو هو التاني وجريت قاله في زميلنا في الكشك هنا. جبت طفيت الحريق وجيت جاري هنا. كان في الكشك ده محمد عادل في الكشك مش موجود. جبت طفيت حريق وجيت جاري، بس الصهد والنار غصب عني انا يعني بقرب وبرجع، لحد ما قالوا في عيل صغير وقع تحت على القضيب من تحت تحت القطر اللي كان طالع اسكندريه. القطر اول ما حصل الحريق العربيه دي الباور مسك في النار. سحب وطلع قدام، لقينا عيل صغير مرمي تحت. حتى انا جيت اكب عليه ميه قالوا لي لا الميه غلط، ناولوني بطانيه وحطيته، بس ما عرفتش اشيله يعني من المنظر ما عرفتش اشيله ولا. نزل واحد زميلي ساعدني وشلناه حطيناه على الرصيف التاني. ساعتها انا طلعت بقى مع الناس بالخراطيم والطفوات الحريق وكل واحد يجري كده وكده، وقعدنا ننقل في الناس اللي هي طبعا ما فيش نفس ولا قطع النفس خالص، وجثث هامده على الارض وخلاص على كده. بس ده كل اللي حصل يعني، ده كله في 5 دقائق. لحظه كل اللي انت بتقوله ده 5 دقائق 10 دقائق. ما يكملش. بعد كده بقى ربنا قدر، الاسعاف جت والمطافي جت والدنيا اتقلبت هنا على الرصيف، حد كده دورنا خلص يعني. بس انت بتشتغل هنا بقالك قد ايه بالظبط؟ يعني تقريبا سنه. بقالك سنه بالظبط.
الوقت ده في اليوم، الوقت ده في النهار بيبقى فيه قطرات داخله وخارجه كتير؟ اكيد يعني، حتى كان قطر اسكندريه هو ده كان قطر اسكندريه بتاع الساعه 10، والناحيه الثانيه اللي من الناحيه الثانيه من الجرار ده كان قطر الصعيد صح؟ اه بس ما اعرفش قطر الصعيد كان واقف ولا لا. احنا هنا الرصيف ده اللي يشغلنا، ما يشغلناش اللي فاهمه ان ده كان واقف لسه بيحمل وبياخد الاذن عشان يطلع. اه داخل من الساعه 9 ونص 9 وتلت على الرصيف، بيخش بدري اصلا عشان ما فيش حاجه بعده الا الساعه 12 تقريبا، فبيخش بدري القطر على الرصيف. طبعا القطر واقف والركاب قاعده هنا، في لحظه الموضوع ده حصل لقينا ناس كتير بتجري مولعه والمنظر يعني معلش اي حد مكاني كان هيعمل اكتر من كده، فكله حصل في لحظه وانا مش لاقي حاجه اطفي بقى غير الميه اللي قدامي طبعا، وجريت جبت البطانيه لفيت الاثنين الحريم اللي انا طفيتهم، وبعد كده جري اللي كان في النفق تحت جري عليا مسكني، حتى ما كان ماسكه ايديه وكده من ورا، ظهر في الفيديو ان هو مسكني من ورا. قلت له طب سيبني عشان اجيب حاجه، بقيت الجيركن كان فيه ميه كبته عليه برضو، بس الحمد لله يعني بعد ما كبيت عليه الميه وقع في الارض. كلمت اهلك وعيلتك؟ الحمد لله اطمنوا علي. اطمنوا عليك؟ اطمنوا علي الحمد لله. اطمنوا على طول؟ لا بعدها بشويه يعني. بعدها بشويه؟ اه ساعه اتنين عبت ما اعصابنا هديت، وكان في واحد زميلنا لحد دلوقتي مفتقدينه وقاعدين ندور عليه، وفي نفس الوقت بلدياتي كلها. انت منين اصلا؟ الشرقيه. الشرقيه؟ انا ابو محمد شرقيه. ربنا يجازيك خير على اللي انت عملته، ربنا يجازيك خير ويعني انت عارف اللي بينقذ روح كانه انقذ الناس كلها حتى اللي ما عرفش ينقذهم. الحمد لله كنا بس عايزين الموضوع يبقى اقل من كده شويه في الخسائر، بس هنعمل ايه يعني، الحمد لله اللي حصل. الحمد لله، والحمد لله انه زي ما انا قلت لك انت ربنا جعلك سبب. الحمد لله ان انت كنت سبب علشان تساعد الناس. يعني من اللي انا نجيته ربنا عافاه وشفاه يعني يدعي لنا بس بالستر مش اكتر. باذن الله باذن الله ربنا ما يعني ربنا دايما يستر الناس اللي زيك ويبقى سند ليهم. شكرا محمد. شكرا محمد. شكرا محمد.